ازيكم؟ بتعاني كل شوية انك لما بتيجي تخش على موقع من المواقع زي مواقع تحميل الافلام او المسلسلات او المواقع الاخبارية او المواقع الرياضية او غيرها او حتى المدونات والبلوجرات انه بيطلع لك اعلانات مقرفة ومزعجة بتغلوش عليك وانت بتقرأ؟ ما تقلقش، الحل موجود. هقول لك على طريقة فعالة جدا وسهلة هتعملها ودون ما تنزل اي برنامج. تابعني. كل اللي انت هتعمله انك هتسحب الشريط اللي فوق ده كده وهتخش على الاعدادات، وبعد ما تخش على الاعدادات هتختار من القائمة اللي هتجيلك اتصالات لاسلكية اخرى، وبعد كده هتنزل لحد تحت في حاجة اسمها نظام DNS الخاص، تدوس عليه هيكون في الوضع العادي معمول على الايقاف، تنزل على الخاصة المعينة DNS بتختارها بالشكل ده وبتدوس تعديل وبتكتب السطر اللي قدامك ده كده dns.ediguard.com، وطبعا ده ما يكونش مكتوب انت بتكتبه، وبعد كده بتدوس سيف وانسى اي اعلان يجي لك في اي موقع.